على بئس ما تحكمون. ثم أراد أن يقلدنا فكسر غمده، وكسرتم معه أغمادكم، ونسيتم أنه ليس السيف وليس الغمد، ولكنه اليد التي تحمله والفؤاد الذي يتبعه. كنا قد تحدثنا في الفيديوهات السابقة عن ثورة العلاء بن المغيث على عبد الرحمن الداخل في الأندلس، وكيف استطاع عبد الرحمن أن يقمع هذه الثورة وقتلهم شر قتله، وحملت الرؤوس ورأس العلاء معها بعد أن أفرغ وحشي ملحا وصبرا، وجعل معه لواء المنصور وبعثه مع رجال وأمرهم أن يضعوه بمكة. وإن عمل الداخل بما يحمل من سخرية وتحد لأبي جعفر المنصور يعكس الصعوبة التي واجهها الداخل في حركة العلاء، بحيث جعلته يفقد سيطرته على نفسه ويقوم بعمله المثير. وقد جعل فشل حركة العلاء وتحدي الداخل للخلافة بسخرية وعنف، جعل هذه المحاولة هي الأولى والأخيرة التي يقوم بها أبو جعفر المنصور، فلم يقدم على أي محاولة ثانية ضد الإمارة الأموية في الأندلس. وبفشل حركة العلاء انتهت محاولة المنصور بالقضاء على الإمارة الأموية في الأندلس، وقامت محاولات العباسيين بمجيء الخليفة المهدي الذي كان لا يقل طموحا عن المنصور في ضم الأندلس تحت لوائه. وربما كان عدم إقدام المنصور على محاولة ثانية لاتعاظه بما حصل للعلاء، أو لعدم وجود شخص كالعلاء يستطيع المجازفة، ولكن توافرت الفرصة للخليفة المهدي بالقضاء على الأمويين بوجود شخصية مناسبة على استعداد كبير للتضحية والطموح في تولي الأندلس، مثل حركة الصقلبي. فقد عبر عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالصقلبي من إفريقيا إلى تدمير، وهي تقع في جنوب الأندلس، وتختلف الروايات في تحديد سنة عبوره وحركته، فالبعض يشير إلى عام 161 هجرياً الموافق 778 ميلادياً، والبعض الآخر يشير إلى عام 162 هجرياً، ونزل في تدمير ودعا للعباسيين ولبس السواد واتخذه شعاراً لحركته. وإن حركة الصقلبي تشبه إلى درجة كبيرة حركة العلاء، خصوصاً في الجهة التي عبر منها وانتهاج الأسلوب نفسه ورفع الشعارات ذاتها، ولكن ما يميز حركة العلاء هو كثرة المنضمين إليها بفعل ظروف خاصة كانت تمر بها الأندلس. أما حركة الصقلبي فتميزها محاولته التفاهم مع سليمان بن يقظان الأعرابي الذي كان عاملا في برشلونة أو سرقسطة، مستغلا سوء علاقته بالداخل، حيث إنه كاتب سليمان بن يقظان الأعرابي في أمره، وكاتبه في محاربة عبد الرحمن الأموي والدعاء إلى طاعة المهدي. وهنا تكمن خطورة حركة الصقلبي على الإمارة الأموية، ولكن لحسن حظ الداخل لم يتم التفاهم والموافقة بين الطرفين، فلم يجب الأعرابي دعوة الصقلبي كاتبا له إني لا أترك عونك، الأمر الذي وتر العلاقة بين الطرفين ووصل إلى الصدام العسكري بينهما، وجرت معركة بين الأعرابي والصقلبي قرب برشلونة، انهزم فيها الصقلبي وعاد منسحبا إلى تدمير، وكان ذلك كله في صالح الأمير عبد الرحمن الداخل الذي استغل فرصة ضعف أعدائه فهاجم تدمير وأحرق مراكب الصقلبي الموجودة في ساحل البحر، محاولا منع الصقلبي من العودة إلى إفريقيا. واستعمل الداخل السلاح والمال، فأعلن أنه يبذل 1000 دينار جائزة لمن يأتيه برأس الصقلبي، فاغتاله رجل من البربر وحمل رأسه إلى عبد الرحمن الداخل، فأعطاه الداخل 1000 دينار، وتم ذلك على أرجح الروايات في عام 162 هجرياً. وبذلك فشلت محاولة العباسيين العسكرية الثانية والأخيرة، فشلت في استرجاع الأندلس. ولكن بعض الباحثين أشار إلى عدم وجود صلة بين الصقلبي والخليفة المهدي، بدليل أن الصقلبي كان إباضي المذهب هاربا من سلطان العباسيين في إفريقيا وساعيا إلى نشر المذهب الإباضي في الأندلس، الأمر الذي حال دون اتفاقه مع الأعرابي وأهل الأندلس بصورة عامة، إذ لم يرغبوا في غير المذهب المالكي. ولكن لبس الصقلبي السواد ودعوته للعباسيين كان شعار حركته،
ثم طلبه من الأعرابي بحرب الداخل، ثم فالدخول في طاعة المهدي، ثم ردود فعل الأمير الداخل على حركة الصقلبي التي كانت موجهة ضد العباسيين، خصوصا إعلانه عزمه على غزو بلاد الشام. كل ذلك يدل على اتصال الصقلبي بالخليفة المهدي وأن خروجه كان باسم الخلافة العباسية. وتمخضت عدة نتائج عن حركة الصقلبي، وهي مقتل عبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي، وفشل حركته ضد الإمارة الأموية، وفشل محاولة العباسيين الثانية التي كانت بإشراف الخليفة المهدي الذي حاول من خلالها ضم الأندلس إلى سلطانه، وعدم إقدام العباسيين على إثر فشل هذه المحاولة، عدم إقدامهم على أي عمل عسكري موجه ضد الإمارة الأموية في الأندلس. أما ردود الأمير الداخل على حركة الصقلبي فتمثلت في عدة أمور، حيث أشاع الأمير عبد الرحمن الداخل عزمه على غزو الشام من الأندلس على العدوة الشمالية لأخذ ثأره من العباسيين، وكان ذلك في العام التالي في عام 163 هجريا. ولكن قيام ثورة سليمان بن يقظان الأعرابي والحسين بن يحيى الأنصاري في سرقسطة حال دون تنفيذ عزم الأمير المذكور، وفي الواقع لم يكن تنفيذ مثل هذا العمل سهلا على الداخل، لأنه يحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية كبيرة جدا، بالإضافة إلى البعد الجغرافي وما يترتب على ذلك من صعوبة كبيرة، ثم إن الداخل رجل سياسي يعرف ما يعنيه مثل هذا العمل. كل ذلك يجعلنا نقول إن الداخل لم يكن جادا في عزمه بغزو بلاد الشام، وإنما أشاع ذلك تهديدا للخلافة العباسية، مثيرا مخاوفها، متحديا لها ولأي عمل عسكري جديد يواجهه ضد الإمارة الأندلسية. والواقع فشل العباسيين في تحقيق السيطرة على الأندلس يعود إلى عدة أمور، منها انشغال الخلافة العباسية بمشاكل المشرق الإسلامي المتمثلة في قيام حركات مناوئة للعباسيين، وقيام إمارات منفصلة عن جسم الخلافة العباسية في أماكن قريبة من مركزها، كل ذلك حال دون توجيه اهتمام الخلافة بشكل مباشر نحو الأندلس. وأيضا من الأسباب البعد الجغرافي عن الأندلس، حيث كانت الأندلس بعيدة جدا عن مركز الخلافة العباسية، ووجود البحر الذي يفصل بين الأندلس والعالم الإسلامي، كل ذلك حال دون إقدام الخلافة العباسية على محاولة جديدة، أو بالأصح على محاولة جادة كل الجد. وكما يعرف الدولة العباسية أقوى من الأندلس، ولكن الجغرافيا والتضاريس تلعب في صالح الأندلس. وأيضا من الأسباب التي لا تنسى قوة الأمير عبد الرحمن الداخل وحزمه وجرأته وشجاعته حالت دون نجاح المحاولتين العباسيتين الآخرتين. وأيضا من الأسباب المهمة هو حالة إفريقيا التي كانت تابعة اسميا للخلافة العباسية، فقد تفاقم الأمر أكثر بقيام دويلات مستقلة عن الخلافة العباسية هناك. هذه الحالة جعلت العباسيين يوجهون اهتمامهم نحو إفريقيا دون الأندلس لأهميتها للخلافة. والخلاصة في هذا الأمر، كانت الخلافة العباسية تعتبر الداخل خارجا عن سلطانها متمردا على كيانها، فلم تتأخر في دعمها لمن طلب مساعدتها في سبيل ضم الأندلس لسيطرتها، وتم تقديم الدعم المادي والمعنوي لحركتين خطيرتين أقلقتا الداخل في الأندلس، وهما حركة العلاء وحركة الصقلبي.